قال: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. هذا المحظور الخامس، وهو محظور الطيب. وذكر في هذا المحظور صور، فقال: إن طيب بدنه، تطيب البدن. طبعا لماذا هذا المحظور قبل ذلك؟ لأن المحرم بعيد عن الترفه، والتطيب ينافي هذا، ينافي هذا. قال: وإن طيب بدنه، إذن تطيب البدن، هذا أولا حال الإحرام. الثاني قال: أو ثوبه، إذا طيب ثياب الإحرام فهذا يدخل في المحظور. قال: أو ادهن بمطيب، ادهن بشيء مطيب، ادهن بشيء مطيب سواء كان بيده أو برأسه أو بغير ذلك. قال: أو شم طيبا، إذا شم طيب، تقصد شم الطيب، تقصد شم الطيب، فخرج ما إذا شمه بدون قصد، كما لو أنه مثلا فتح متاعه فوصلت إليه رائحة الطيب فهو ما قصد ذلك، إنما الكلام على من قصد شمه. قال: أو تبخر بعود ونحوه، إذا تبخر بعود ونحوه فإنه أيضا يدخل في هذا المحظور. فكل هذه داخلة في محظور الطيب. ودليل هذا المحظور الحديث التي سبقت، حديث الذي وقصته ناقته، حديث ابن عباس: ولا تقربه طيبة، وأيضا حديث: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. طيب، اليوم استجدت أشياء مثلا الصابون المعطر، وهذه تلبس كثيرا على المحرمين لا سيما في الحج حيث طول المدة، فهل هي من الطيب أو أنها ليست من الطيب، وإنما يعني الرائحة فيها إنما هي لتطيب النكهة كما يقول بعض العلماء، وإزالة ما قد يعلق باليد ونحو ذلك؟ هذه مما اختلف فيها المعاصرون. وعلى كل حال، الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا يرون جوازها وأنها ليست من الطيب، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، فلو ابتعد الإنسان عنها فهذا أولى له، لأنها ليست، قالوا لأنها ليست بطيب، وإنما الرائحة التي تحصل فيها لا يأتي أحد ويتطيب بها ولا يتمسح بها ليأخذ منها طيبا، وإنما هي يعني مثل ما لو أنه قد يشم بعض رائحة بعض الفواكه التي فيها طيب ونحو ذلك. وبعضهم يفرق بينما أصله طيب وبينما أصله ليس بطيب، فيقول يفرق بين ما كان مثلا من الفواكه وبين ما كان من الورود والزهور ونحو ذلك. وعلى كل حال، إذا استطاع الإنسان أن يحتاط ويبتعد عن مثل هذه التي فيها روائح زكية، خصوصا بعضها التي فيها رائحة نفاذة وقوية، فهذا أولى.